مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بيكم في حلقه جديده موضوع جديد من حلقات برنامج صالون الصحه والجمال. هنناقش النهارده موضوع يعتبر من اخطر الموضوعات اللي انا بشوف ان هي ممكن تطرح على الساحه المصريه والعربيه، هو موضوع الادمان. خطر الموضوع مش بس لانه تقريبا بدا يمس كل بيت وكل اسره مصريه، وغالبا بنلاقي لسه بعض المجتمعات العربيه عندها فكره وصمه العار لنوعين، للأمراض النفسية والإدمان. حلقة النهاردة المفترض أن أنا يعني بطرحها لزيادة الوعي مش بس عند الأسرة، عند الأسرة وعند المجتمع وعند البيئة المحيطة وعند الناس بشكل عام، لكي نتقبل فكرة وجود مرض نفسي، لكي نتقبل فكرة أنه ممكن شخص يدمن شيء. وعلى فكرة الإدمان ممكن ما يكونش إدمان مخدرات، هناك أمور أخرى من الممكن الشخص أن يدمنها ويذهب إلى العلاج ومش مكسوف ومش متضايق ومش زعلان. لكن لما الأمر بيتعلق بفكرة إدمان الشخص لنوع من المخدرات، بتشعر وكأن في مصيبة داخل الأسرة وداخل البيت، أعتقد إنها في بعض الأحيان بتزيد من حجم الكارثة لدى الشخص المدمن، ومن الممكن أن يكون أو أن يريد أن يصبح متعافياً. ولهذا المنظر ولهذا الضغط يتأجل أو يؤجل مراحل العلاج، وتأجيل مراحل العلاج خوفا من وصمة العار، فكرة ما سيبوش في مصحة، ما ودهوش مستشفى، ما ودهوش للدكتور اللي في نفس البلد أو في نفس المنطقة لحد يشوفه هو رايح، لحد يشوفه هو خارج. دي فكرة أعتقد إن هي من الأفكار العقيمة اللي موجودة داخل تابوت الأسر المصرية والعربية بشكل عام. الحلقة دي عاوز أكسر التابوت ده بكل المعتقدات التي بداخله لكي نتعرف ونتعلم كيف نتعامل مع المشكلات النفسية والإدمان بشكل خاص في هذه الحلقة. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة خلوني أرحب بضيوف اللي منورين النهاردة في الاستديو، الدكتورة راندا وسيلي حبيب أخصائي أمراض نفسية وعلاج إدمان. برحب بك يا دكتور. أهلا بيك. منورنا. منور يا دكتور. شكرا. أستاذ جورج عزوز مدمن متعافي ومعالج سلوكيات إدمانية، أهلا بيك ومنورني. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. النهارده طبعا حبيت ان يكون معايا حد خاض التجربه وعاش هذه التجربه عشان نعيش في هذه الاجواء، هو لو انا ما قلتش انه مر بهذه التجربه لا يمكن لاي حد بيتفرج على الشاشه ان يعلم ذلك، هو يعود ويعيش بشكل طبيعي جدا جدا، بل وفي بعض الاحيان يصبح اكثر نفعا للمجتمع من الاشخاص الطبيعيين، لانه تعلم مهارات لا يمكن للاشخاص الطبيعيين أن يكونوا مروا بهذه المهارات. دكتورة راندا برحب بيكي مرة أخرى، وخليني أبدأ معاك الحلقة بالتابوت اللي موجود عند الناس، فكرة الإدمان. هل الإدمان وصمة عار لدى الأسرة؟ يعني لو عندهم حد مدمن هذه الأسرة وصمت بالعار؟ ده حقيقي، احنا بنشوفه في شغلنا وبنشوفه في عياداتنا، وبنشوف تليفونات بتجيلنا من مامهات، معلش يا دكتورة ممكن استفسار كده بيني وبينك بس، اي حد يعرف، انا اكتشفت يا لهوي ابني مدمن، انا اكتشفت ان ابن اختي مدمن، طب هيعدي ابني، طب احنا كده في مشكلة، طب نعمل ايه لو حد عرف، طب نروح فين، خلاص تعالوا يا ستي العيادة، يا لهوي انت عايزانا نيجي العيادة، طب ما تجيلنا انت البيت وتقعدي معانا في البيت. يا حبيبتي علاج الادمان مش في البيت، انا مش هقدر اجيلك، انت اللي تيجي المكان المخصص. افرضنا حد شافنا على السلم، فرضنا حد عرف ان عندنا مشكله، هي دي الوصمه بقى اللي احنا بنعاني منها، ان احنا مش قادرين نوصل لحته ان الادمان مرض زيه زي اي مرض. انا بقول دايما الادمان مرض، فالمدمن مريض، اذا من حقه يتعالج، هو مرض. وللاسف احنا كاسر جزء في ده. ازاي بقى؟ قبل ما اسال ازاي جزء في ده، مش الادمان زيه زي واحد بياكل كتير قوي فوزنه زاد هو مدمن الاكل فبيروح يتعالج من السمنه؟ بالظبط، عادي طبيعي جدا. طبيعي جدا. طب من كون لدى الاسر هذه الفكره؟ المجتمع. ان السلوك، احنا بنشوف ايه من المدمن؟ احنا بنشوف السلوك اللي بايظ، ده اللي احنا بنشوفه احنا من بره كلنا، انا وانت وسين وصاد وعين وعم وفلان وكلنا، فبتوصل لنا فكره ان الولد ده قليل ادب، الولد ده بابا وماما ما عرفوش يربوه، فبيوصل للاب والام ان المنتج بتاعنا خربان. فاحنا نقول قدام الناس المنتج بتاعنا خربان، فندفن راسنا في الرمل. فالمشكله والسايده في المجتمع ان الولد قليل الادب هو المدمن، لا، انا عايزه اوصل رساله واقول ان السلوك اللي بايظ ده هو واحده من
سمات المرض، يعني ده اللي حصل نتيجه المرض الادمان. بشرحها ببساطه كده واقول لو انا عندي دور انفلونزا بعطس، مناخيري بتسيل، مناخيري بتسيل، هو انا هقول يا عيب؟ احنا لا، نفس النظام. باخد العلاج بتاعي وبجيب المناديل وباخد كل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه في النقطه دي. تمام، احنا نفس كده، حصل لي مرض الادمان، حصلت شويه عمليات بيولوجيه جوه الجسم نبقى نشرحها بعدين، ادت الى اني سلوكي اضطرب. كويس، قبل ما نوصل للجزئيه دي خلينا دكتوره رندا نسال عن فكره انه دايما في ناس يقول لك انا باخد ايه سيجاره سيجارتين كل اسبوع كل شهر فانا مش مدمن. واحد تاني بياخد كل اسبوعين، واحد بياخد كل شهر. نقدر نقول من هو الشخص المدمن او ما هو الادمان في الجزئيه دي؟ طيب علشان نوصل ان ايه هو الادمان في الجزء ده، محتاجين نقول شويه شروط كده تتوفر على الشخص ده كويس علشان خاطر في الحته دي بقى هبتدي افرق بين ان هو مستخدم وبين ان هو مدمن. كذا نقطه اهمهم، النقطه الاولانيه دايما بندور عليها اسمها فقدان السيطره، اني ابتدي اخد كميات اكبر، ابتدي استهلك وقت اكتر، ابتدي في حاجه اسمها الرغبه الملحه بلغه السوق وبلغه الشباب اسمها الزنانه او القرد اللي بيتنطط، اني على طول دماغي طالبه الماده هنا ودلوقتي وحالا، انا عايزها حالا هنا لازم. وفقدان عارم للسيطره، ما بتحكمهوش عقل ولا منطق ولا اي حاجه، بلغتنا في السوق اسمها القرد بتتنطط، خلاص هي الساحره الشريره حالا حكمت عايزها دلوقتي بالظبط. الحاجة التانية، في حاجة اسمها الإعاقة الاجتماعية، بمعنى إن يبتدي المخدر بتاعي دوت هو رقم واحد، يعني أنا مراتي بتولد ومعيش غير فلوس معينة، لا المادة هنزل أشتري المادة وتتفلق مراتي، أهلها يدبروا ويعملوا وهم حرين. في مناسبة عائلية، أختي بتتجوز، بس أصحابي اتصلوا بيا تعالى جبنا صنف هنضرب حكاية النهاردة صنف حكاية وما أقولكش بقى، أنزل وأسيب وأروح، بستمر حتى لو اتفصلت من الشغل، بستمر حتى لو فقدت صحابي، بستمر حتى لو فقدت كل اجتماعياتي وكل البيئة بيئتي المجتمع بتاعي. التالتة اللي هي الإعاقة الجسدية أو التدهور الجسدي، صحته. دي علامات صحتي يا دكتور نقول دي علامات الشخص المدمن؟ لا، ده لو هعرف أثبت ده في لو الحتة هعرف دي إن هو ايه الفرق بين إن هو يوزر بس وإن هو مدمن. كويس، دخل في سكة الإدمان، إني مستمر حتى لو جسمه متأثر، مستمر حتى لو أنا بقول له يا ابني أنت الرئتين بتوعك باظوا ما ينفعش تحروق تاني، برضه بمكمل، يا ابني أنت حصل لك جلطة برضه أنا مكمل، يا ابني قلبك اتأثر برضه أنا ما فيش مكمل. لا يدرك تماما أي نصيحة أو أي شيء، هو بس يدرك أنا عايز المادة اللي أنا بضربها عشان بتظبط لي الدنيا فأنا خلاص عاوزها، في باقي بيحصل بقول لك إيه بعمل إيه، أنا أصلا مش سامعك ولا بالظبط، شايفك هو ولا ده حاسك. بقى اللي أنا هقدر هنا ودلوقتي أقول إدمان. إن ده كده الشخص مدمن. بالظبط. كويس، خلينا نروح للأستاذ جورج كده، عايز أسألك سؤال يكاد يكون، طبعا أنا بحييك على قدرتك على التعافي من الادمان وايضا فكره انه عادي بظهر وبتكلم وبناقش المجتمع في قضيه مثل دي، قول لي ازاي الموضوع بدا معاك، كيف بدا او بدات العمليه الادمانيه لديك؟ يمكن انا يا دكتور خالد الادمان بدا بالنسبه لي كتجربه في واحده من المحركات بتاعته في حب المغامره او البحث عن الاثاره. انا كنت شخص من مصغري بحب الحاجات الجديده، بحب اشوف دايما الحاجه اللي بتديني اثاره، احب اعمل حاجه جديده، احب اكون مميز، احب اكون دايما الشخص اللي بيعمل الحاجه اللي محدش بيعملها. فمن وانا صغير افتكر كويس قوي ان كنت احب انا اللي هو اكتشف الحاجه واعرف اصدقائي عليها. تمام، النهارده في سلوك بعينه حتى لو مش تعاطي مخدرات، حتى لو سلوك خطر، ان احنا مثلا اسافر لوحدي وانا في سن ما ينفعش اسافر في لوحدي، اني انا اسوق العربيه قبل ما اطلع رخصه وان هو مش بعيد عن الكمان، ولو قابلني كمين او وزوغ والكلام، يعني بحب المغامره. فالسلوك ده في حد ذاته هو اللي ولد عندي اني انا كنت عايز اكتشف كل ما هو جديد طول الوقت. فلمجرد ان انا بدات اشوف الناس اللي اكبر مني في السن بيستخدموا مخدرات او بيضربوا او بيشربوا، انا حبيت استكشف ايه ده بيعمل ايه، الى جانب طبعا السينما والتلفزيون، يعني دي حاجه يعني جزء اللي من هو حاجه انا المحركات. بشوفها في السينما لما بدات اشوفها في الطبيعه كويس، يا سلام دي حاجه جميله قوي. هنكمل الجزئيه دي ولكن خلينا بس نروح لفاصل ونواصل مره اخرى. ورجعنا لكم مره ثانيه ومكملين معاكم حلقتنا، بنتكلم عن الادمان، وزي ما قلت في بدايه الحلقه انه الادمان
هو شيء بيدق ناقوس الخطر على كل الأبواب المصرية. أصبح الإدمان لا سن له ولا عمر له، ولا يمس الولد بس، بدأ يمس الرجل والمرأة. بعد ما كان زمان معروف أن المدمن هو دايما بتلاقي الولد لأنه موجود في الشارع باستمرار، فهو اللي بيدمن المخدرات. خلينا نرجع مرة تانية للأستاذ جورج. كنا بنتكلم عن فكرة الطريقة اللي أنت بدأت بيها الإدمان، هي فكرة حب التجربة وحب المغامرة وفكرة أن عاوز أجرب حاجة جديدة. بعد ما مظبوط. جربت بعد ما جربت وصلت لمستوى معين من التجربة أو ليفل معين من المخدر اتعودت عليه، فبقيت محتاج الإثارة اللي كنت باخدها في الأول. فكده أنا محتاج قدامي حل من الاتنين، يا إما أزود جرعة يا إما إني أنا أدخل مخدر أعلى. وبالفعل أنا بدأت أزود جرعات وأدخل في مخدرات أعلى، لحد ما في وقت يعني من السنين لقيت إني أنا تقريباً اتعرفت واستخدمت وتعاطيت جميع انواع المخدرات اللي كانت موجوده وقتها ايام ما كنت بشرب قبل ما اتعافى في السوق. ومش بس كده، انا ما كنتش عارف اوقف، يعني ما كنتش عارف اسيطر على نفسي. كان من جوايا حابب وعندي رغبه، هبطل بكرة لآخر يوم النهاردة. من جوايا حابب بجد، يعني انا نفسي ابطل، عايز ابطل، بس كل يوم بوعد نفسي زي ما حضرتك قلت كده، انا ان شاء الله النهارده ومش هاخد تاني ودي اخر مره. اجي بكره الاقي نفسي مش عارف ابدا يومي، مش عارف افكر، مش عارف اشتغل، مش عارف اندمج، مش عارف اتكلم مع الناس، وشغل الشاغل او الاولويه اجيب عندي الحاجة بتكون في لنا اني انا اجيب الضرب، كويس، وبعدها يبدا اليوم بتاعي بشكل طبيعي. طبيعي عادي جدا، كويس. ناخد من كلامك يا استاذ جورج، نروح لدكتور رندا. هو دلوقتي قال جملة في منتهى الخطورة للناس اللي قاعدة بتسمع، فكرة ان انا حب التجربة، انا من وانا صغير بحب اجرب حتى لو حاجات مش غلط، بحب مش عارف ايه. معظم الاطفال عندهم فكرة حب التجربة وحب الاستطلاع وما الى ذلك. هل دي ممكن تبقى من سمات الشخصية الادمانية؟ ممكن بس مش لوحدها، عشان مش كل اب وام يتخضوا، طب ما انا ابني ذكي، طب ما انا ابني بيحب يجرب. ما هي طبيعه اي طفل يحب يجرب، بس عشان اكون المنتج الادمان انا محتاج مجموعه منتجات تطلع المنتج الكبير اللي اسمه الادمان. كويس. واحده منهم الشخصيه، الثانيه طبيعه الماده نفسها والتجربه، والثالثه البيئه الداعمه للموضوع ده. كويس. فالشخصيه بقى في شويه حاجات لازم تكون موجوده، في سمات وفي عيوب. واحدة من السمات اللي هي قالهم جورج ان هي حب التجربة، الجراءة، الاستطلاع، الذكاء، السرعة، البديهية، اتصاحب على اكبر مني، الشخصية اللي عندها شوية مهارات حلوة كده. عكسها في شوية سمات تانية اللي هم او عيوب شخصية لتحت، الشخصية اللي مش توكيدية، اللي متعرفش تؤكد حقوقها، الشخصية الملولة اللي بتزهق بسرعة قوي، الشخصية اللي ما بتعرفش تقول لا، الشخصية الانعزالية اللي ما عندهاش ثقة في نفسها. الانواع ديت اللي هي عيوب الشخصيه، فعيوب الشخصيه مع سمات الشخصيه، الشخصيه المندفعه كمان جزء كبير قوي من الشخصيات اللي هي او بتلجأ الاعتماديه. للادمان، الشخصيه الاعتماديه، كل الشخصيات اللي فيها جزء من العيوب الشخصيه. فعيوب الشخصيه مع سمات الشخصيه دول مجموعه لازم يتكونوا مع بعض، بس مش لوحدهم، لازم تكون في طبيعه التجربه من ناحيه وطبيعه البيئه الداعمه من ناحيه تانيه. كويس. فالتجربه بقى، التجربه بتحصل ازاي؟ زي طب قبل ما ناخد يا دكتوره التجربه بتحصل ازاي، لان دي ممكن يعني نتكلم فيها اكتر من يعني من فكره سريعا كده، لا فكره انه سمات الشخصيه. طب ما احنا في كتير من الشخصيات فيها السمات دي، تمام، ومعظم لا يخلو كل اسره من جزء من السمات الشخصيه دي. هل لازم تبقى كل السمات دي موجوده ولا جزء منها كفيل؟ جزء منها كفيل، كويس. بس جنبها التجربه والبيئه الداعمه. يعني ما ممكن السمات دي في بيئه تطلعني سبع سما، يبقى فيها بنيه التماسك الداخلي. التماسك الداخلي ده اللي هي بنسميها عامل زي كره البينج بونج وكره البولينج. كره البولينج دي ناشفه، تخبطها ترجع لك، كره البينج بونج فاضيه. فالسمات دي لو اتوظفت صح وعلمناها صح، احنا بنسميها عجله الاسترداديه، فيها شويه حاجات، واحده منهم مهارات الحياه، واحده منهم دعم البني ادم ده وديه ثقه زايده في نفسه، واحده منهم استغل الجراءه ديت وابتدي اعلمه الاجتماعيات وشغل المجتمع، واحده منهم هو ذكي وبيعرف يختبر وبيعرف يفك الحاجات فببتدي اعلمه اكتر واكتر في الحته دي. طيب هو اجتماعي فببتدي اعلمه مهارات الحياه اللي هي الحدود والحقوق، التوكيد حقوقي والحدود النفسيه وامتى يقول لا ومين يصادق مين وما يصادقش مين. فلو انا اشتغلت على عجله الاسترداديه بالصفات الجميله دي انا عملت التماسك الداخلي والبنيان الداخلي بتاع فيبقى الولد ده، كون انه يدمن دي هتبقى حاجه هتبقى قليله جدا. قليله،
لكن سبتهم ودخلنا في حته عوامل الخطر ان البيئه فيها بقى اللي يتكلم عنها. خلينا خلينا ناخد الجزئيه البيئه دي مع حد عاش داخل هذه البيئه. استاذ جورج، ايه البيئه اللي انت كنت متواجد فيها سببت لك او ممكن تكون محرك او محفز او داعم لوصولك لهذه المرحله؟ يمكن انا بالنسبه لي البيئه اللي اتربيت فيها كانت كويسه جدا، بس انا المحفز بتاع المرض عندي كان اني انا حابب اظهر. يمكن عندي ظروف صحيه من وانا صغير، ان انا كنت بعمل عمليات في عناية، فكنت بتمنع من حاجات كتير، من العاب كتير، من ممارسات كتير، من ان اتشقى زي الاطفال يعني. فكنت بحاول اعوض ده باني انا اظهر في حته تاني. فهي الفكره جت من هنا يعني، ما جاتش في ان اهلي مثلا ما عندهمش الوعي، لا بالعكس، بس الخوف الزياده بتاعهم عليا كان بيوصل لي رسائل اني انا مش هينفع اعمل حاجات بعينها. فبالتالي الممنوع بقى مرغوب بالنسبه لي، فعاوز اعمل حاجات تعوض ده. لا مش تعوض. طيب انا عايز اطلع فوق المستوى ده بكتير بكتير كمان بكتير. طب خلينا ناخد صوت تليفون. استاذ احمد اهلا بيك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. ده حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله بخير، اهلا بيك، اتفضل. دكتوره، انا معايا اخويا مدمن، تمام، وبيشرب بيشرب حشيش بس على فترات متباعده، تمام. انا ازاي اقدر اوجهه من دلوقتي؟ تمام. الو سامعينك يا سامعينك. ازاي اقدر اوجهه من دلوقتي، تمام، قبل ما يدخل بعد كده في المرحله الثانيه يعني او الاشد؟ كويس تمام. هو سنه كام سنه؟ سنه 18 سنه. تمام يا استاذ. عرفت ازاي ان هو مدمن؟ عرفت الدكتوره بتسالك عرفت ازاي ان هو مدمن؟ هو دايما ملموم على شله فاسده يعني، تمام. طب ممكن يبقى شله فاسده بيعملوا حاجه غير الادمان. الناس دي مش عارفين برضو ايه. ممكن شله فاسده بس بيعملوا حاجه غير الادمان. ايه الملاحظات اللي لاحظتها عليه حسيت انه مدمن؟ انا واحد من الناس لقيت. يا استاذ سلوى سامعنا؟ شكرا لاتصالك يا استاذ سلوى. فكان حب، فكره حب الظهور وان الناس تشوفك وانه تبقى موجود والناس بتكلمك، سواء بطل او سواء ليه بتعمل كده، المهم ان انت موجود بالظبط وبتعمل شيء الناس شايف ان انت متشاف. متشاف كويس. الجزئيه دي قبل ما ادخل لفكره انه ده يسمى ايه في التشخيص؟ اني اتشاف؟ دوت واحده من النظريات بتاعتنا بقى. ايوه بقى ايه هي؟ نظريات الادمان. عندنا نظريتين كبار قوي، او عندنا الاول محركين في الادمان وهم دول اللي هو شغال عليهم، البحث عن الاثاره. ايوه. وتقليل الضغط. فهو بيتشاف باستمرار، فهو بالطريقه دي قلل الضغط اللي عليه كضغط نفسي، اني انت ما تنزلش تلعب مع اصحابك في الوقت ده، ما ينفعش تجري وسط الناس، انت عينك فيها مشكله، فانا جوايا ضغط، انا مضغوط، فبعمل ايه؟ هقلل الضغط ازاي؟ بالطريقه دي. طب من الناحيه الثانيه انا عايزه اتشاف، فبدور بقى، ببحث عن الاثاره، جات لي منين الاثاره؟ الايد دي عملت لي اثاره. ومن هنا في نظريتين كبار قوي. قبل ما نقول ايه هم النظريتين الكبار دول، خلينا ناخد تليفون استاذ حسنين. اهلا بيك استاذ حسنين. يرجى الاتصال مره اخرى. النظريتين الكبار، الكبار في نظريه اسمها مدوات الذات ونظريه اسمها تدمير الذات. كويس. مدوات الذات دي نظريه عالم الماني اسمه خانزيان، تشبه اللي قاله جورج. كل واحد فينا جواه مشكله، هي باللغه العربيه بنقولها داخل كل منا جرح نفسي عميق. فبالبسيط كده كل واحد فينا عنده مشكله بشكل ما، مشكله صحيه، مشكله جسديه، مشكله عاطفيه، مشكله دينيه، ايما تكون نوع المشكله. فبنلجا لايه؟ لماده مغيره للعقل والمزاج والسلوك. فلجأت لده عشان يطفي وجع النفسي اللي جوايا. من ناحيه النظريه الثانيه بنشوفها في الاهالي، اللي هو طول الوقت انا انت وحش، انت مش كويس، انت طول عمرك هتفضل فاشل، بيسقط في الامتحان، اهو طول عمرك فاشل، بص اصحابك بينجحوا ازاي وانت فاشل ازاي. المقارنه بالاخرين، المقارنه بشكل عام. انت بنت ما ينفعش تعملي كده، ازاي تعملي كده، بنات الناس ما يعملوش كده، البسي كذا، اخلعي كذا، اعملي كذا. فوصلنا لنظريه اسمها تدمير الذات، ما انا كده كده وحش، كده كده مش متشاف، كده كده محدش عارفني، كده كده طول الوقت بتقارن بسين وصاد وعين، وطلعت انا اوحش واحد فيهم، فانا هدمرني بنفسي واكمل على نفسي. فدي النظريه الثانيه اللي هي تدمير الذات. دي نظريه اللي هي مدوات الذات. دول النظريتين الكبار اللي بيحكموا الإدمان. الادمان اللي بيحكموا المدمن او بيحكموا الادمان بشكل عام. واضحه بشكل كبير. استاذ جورج خليني اسالك، انه امتى الاسره بدات تلاحظ
ان انت في مشكله او ان انت بتتعاطى حاجه او ان انت بعد قد ايه من فتره تعطيك المخدر؟ لا، بعد وقت مش كبير، وكان في محاولات كتير. يعني انا الناس كانت تقعد معايا، طيب والدي نكمل والدتي. ناخد اتصال تليفوني ونرجع مره ثانيه. استاذه سالو، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت ممكن اسال الدكتوره سؤال؟ لو الدكتوره سمحت. مع حضرتك، اتفضلي. ايوه يا دكتوره، انا ليا ولد كان طالب في الجامعه ومسلم، وبعدين انا عالجته 3 مرات عند دكاتره يعني بتوع الادمان وكده، وبقى يرجع تاني. فطبعا قلت له طب الحل، لدرجه ان انا نفسيتي تعبت جدا منه، وقلت له طب الحل ايه يا ابني؟ انا مش عارفه اعمل معاك ايه؟ فقال لي انا عايز امشي من هنا من مصر على اساس اتوب عن الحاجات دي. قلت له ماشي، انت عاوز، رحت مشيته وديته الامارات على اساس ان هو ايه ينسى الحاجات دي، وهو دلوقتي في الامارات وربنا صالح حاله وهداه ونسي خالص الحاجات دي. خايفه بس يعني يرجع تاني، هل هو لما يرجع مصر بعد سنتين ولا كده هل هو هيرجع يا دكتوره ولا ايه؟ هي تم العلاج ازاي في الدكتوره بتسالك؟ تم العلاج ازاي؟ كيف تم طريقه العلاج؟ تم العلاج، اديته علاج حوالي يعني 3 شهور مره، في 3 شهور، في 6 شهور، اكثر عنده يجي سنه عند طبيب نفسي متخصص في الادمان يعني. كويس. فهو راح قال بقى يرجع تاني برضه، وطبعا صاحبه السوق هم اللي بيخلوه يرجع. وبعدين هو كان رافض المصحات خالص، لان هو يعني حساس شويه، قال انا مش عايزه اروح مصحات وبتاع، والبلد عندنا يعني متغيره وكده، فمش كان حابب يروح مصحات، فكان بيتعالج في البيت، بس كان بيرجع بقى. فانا قلت له خلاص عايز تسافر بره او تنسى الموضوع ده. هو طبعا دلوقتي بره ولا بيفكر خالص في المواضيع ديت، وماشي في الشغل كويس جدا، وربنا صالح حلو يعني، وحتى عاد بيصلي وعاد عارف ربنا كويس خالص، وانا مبسوطه الحمد لله اللي ربنا تاب عليه. بس انا خايفه يا دكتوره لما يرجع بس انا بعد سنتين ولا كده. يعني سؤال حضرتك يا استاذه سلوى، حضرتك خايفه انه لما يرجع مصر مره تانيه ان يعود الى الادمان مره اخرى. وصل. نعم. وصل سؤال حضرتك، والدكتوره هتجاوبك عليه ان شاء الله. نكمل استاذ جورج ما كنا نتحدث فيه في النقطه اللي فاتت. تمام، احنا كنا بنتكلم عن ازاي الاسره اكتشفت. امتى الاسره اكتشفت؟ طيب تعالى نتكلم عن السمات اللي ممكن او العلامات بتاعت اي شخص مدمن في الاسره، لاني انا يا دوبك كان في علامتين بس وانا كنت حابب التغيير. كويس، قبل ما ناخد العلامات خلينا ناخد صوت تليفون استاذ حسن. اهلا بيك. برضو استاذ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. حضرتك حلقه موفقه وما شاء الله الدنيا جميله، ومستفاد من الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه. مشكورك جدا. بس انا كنت عايز اسال سؤال. اتفضل. هل البيئه ليها علاقه بالادمان او بالعلاج بالادمان؟ يعني انا مثلا من الزقازيق او قاعد في الشرقيه، وفي واحد تاني مثلا قاعد في منطقه راقيه مثلا في شرق الشيخ او ايا كان، هو نفس العلاج اللي انا باخده هو بياخده؟ تمام، في سؤال تاني؟ لا شكرا يا فندم. شكرا ليك الدكتوره، هترد على حضرتك. جورج يجاوب على السؤال ده دلوقتي. استاذ سيد، اهلا بيك يا استاذ سيد. انقطع الاتصال مع استاذ سيد، تواصل معانا مرة أخرى. بتاع البيئة، لأن دي طبيعة البيئة، فده مهم قوي. خلي هنتكلم عن الجزئية دي، ولكن نكمل فيه. هي العلامات اللي ممكن الأسرة تلاحظها في الشخص اللي ممكن يكون تعاطى مواد مخدرة فتبدأ تلحقه من البداية. تمام، احنا عندنا مجموعة من العلامات، في منها بيبقى متلاحظ من داخل الإنسان تغيير داخلي جواه، وفي تغيير خارجي من بره. الحاجات اللي بتبقى جوه الإنسان زي ان هو بيبقى عنده تقلب سريع في الحاله المزاجيه بتاعته، وده بيبقى مرتبط بوجود الماده المخدره، او بان هو كونه ضارب او متعاطي او مش متعاطي. يعني ضارب هتلاقي مزاجه حلو ورايق وقاعد وبيهزر وبيتعامل معاهم كويس وكل حاجه. طيب مش ضارب، هيبقى اسلوبه مش كويس، موده مش كويس، حابب يقعد لوحده، مش حابب يتعامل مع الناس. هنلاقي يعني بشكل واضح تدهور في الصحه، يعني خساسان، الاكل مش كويس، برضو هنلاقي عدم علامات تحت عينه مثلا. بالظبط، بس ما بتبقاش واضحه مع كل انواع المخدرات. يعني عندنا مخدر زي الحشيش بالعكس بياكل، بس هنلاحظ ان هو برضو بينام كتير، يعني دايما بيقول انا تعبان فترات طويله وبعدين ينام فتره طويله. بالظبط كده. الى جانب ان في علامات انسحاب بعينها، ان هو دايما عنده لبانه كده، انا تعبان مش هقدر اروح معاكم المشوار ده، طيب تعالى فرح مش عارف مين، مش هينفع، عزا مش هينفع. ودي اللي كانت بتقولها الدكتوره في حته الاعاقه الاجتماعيه، ان هو المخدر عشان نقول ان ده مدمن فلازم تكون عندنا علامه ان المخدرات عملت لنا اعاقه، او ان المرض عامل له اعاقه
بيخليه يتخلى عن حاجات ما ينفعش يتخلى عنها، زي المناسبات، زي الالتزامات العائلية، زي ده كله. عندنا برضو الإهمال العام للمظهر، يعني هنلاحظ ان هو يبدأ مش يهتم بمظهره بالشكل العام، بشعره، بدقنه، بلبسه، حياته كلها بشكل عام هيبقى الفريم بتاعها شكلها مش حلو، عكس ما كان يعني كان كويس كان منظم وكويس ومرتب. طب ده بيظهر بعد قد ايه من تعاطي المخدر؟ هو ده بيرجع للمدة والنوع المخدر. يعني عندنا انواع مخدرات بعينها علشان الكوست او التكلفة بتاعتها عالية فبتخليه يجيب قاع بسرعة، لكن في انواع مخدرات بيبقى البعد النفسي او ليها قاع نفسي اكتر من قاع مادي. يعني احنا عندنا ثلاث انواع قاع: قاع اجتماعي، قاع مادي، قاع نفسي. في مخدر زي الحشيش يا دوبك قاع نفسي، لانه رخيص متداول وللاسف مقبول اجتماعي. يعني النهارده لما بيجي مدمن هيروين نتكلم معاه او مدمن اي حاجه من الحاجات دي مشكله، الادمانات العاليه دي مشكله. طب حشيش كلها بتحشش، مصر كلها بتحشش، ده المصطلح اللي بيتقال، دي المراوغه واللي يعني اللبانه اللي بتتقال دايما، لدرجه ان احنا عندنا حالات بعينها في مخدرات اليومين دول داخل حاجه اسمها ميسا امفيتامين في مصر ليها فتره، الاسم الدرج بتاعها الشابو، فالجرام بتاعه غالي قوي، بيوصل ثمنه 1500 و2000 جنيه يعني. فللاسف بنتصادف باهالي يقول لابنه وهو في المكان العلاجي يقول له انا اجيب لك الحشيش لحد عندك ان شاء الله، بس بلاش شابو. عشان غالي ولا عشان عشان غالي؟ عشان غالي، ده عشان غالي. والمعتقد السائد بتاع المجتمع ان الحشيش مش مخدر، الحشيش مش ادمان، كيف مش هيعمل حاجه، ده كيف. كيف وعندنا شويه معتقدات تانية خطيره، معتقدات خطيره في مجتمعنا. الراس من غير كيف تستاهل قطعها بالسيف، انا بسمع الكلمه دي كتير عندنا. لا لا، دي من دي في دي واحده من ضمن الجمل اللي كيف الملوك يعني. والمزاج وكلام غريب. فيعني احنا عندنا برضو مشكله في الاسره. الاسره نفسها ما عندهاش وعي، محتاجين يبقى عندنا شويه وعي بفكره مرض الادمان، لانه مرتبط بكنز البيره، بسجاره الحشيش، مرتبط باي سلوك. تعاطي المخدر ما هو والا نتيجه طبيعيه للمرض اللي موجود عنده، يعني نتيجه لمشكله داخليه خلته شخص مدمن او شخص متعادي للمواد المخدره. طب نجاوب على استاذه سلوى، ابنها كان مدمن وتعافى 3 مرات وبعدين قال لها يا ماما وديني خديني من هنا وديني حته بعيده عشان ابطل، فسافر، ولما هي خايفه بقى انه يرجع، ولما يرجع يرجع للمكان تاني. انا عندي تجربه. طب انا سافرت بره مصر كويس وبطلت بره مصر في اوروبا، تمام، يعني لو بطلت لوحدي اوكي، خدت دواء كنت عارف الدواء اللي هاخده وقعدت فتره مبطل وكويس. بس تعالى نرجع ونقول لمدام سلوى ان العيب في البيئه اللي كانت سبب في المرض. انا لما رجعت مصر تاني واتعاملت بنفس الطريقه ومع نفس رجعت تاني. هو اصلا مرض قابل للانتكاس يا فندم، مزمن. هو مرض مزمن قابل للانتكاس. يعني ابنها لو رجع بنفس البيئه، بنفس الطريقه، بنفس التعامل، بنفس السلوكيات، بنفس التعامل، هو ليه النهارده مبطل؟ هو ليه؟ لانه بعد عن حاجه احنا بنسميها في البرنامج بتاعنا خطوه اولى، اماكن ومواقف واشياء واشخاص. مفيش الاشخاص اللي كان بيضرب معاهم، مفيش نفس القعده ونفس الشكل ونفس الشارع ونفس المكان ونفس الشارع ونفس سهره يوم الخميس ونفس الخناقه لبعض انواع المخدرات، ونفس الضغوط والضغوط الضغوط نفسها بتفرق. فدي مجرد ما هي قلت بقى فكره انه سهل قوي انه يبتعد عن الماده الادمانيه اللي كان بياخدها، هو موجود في حته تانية خالص. لكن هل تعاملنا اساسا مع الفكر السلوكي بتاعه؟ هل تعاملنا مع الشخصية الإدمانية اللي موجودة جواه؟ لا، احنا يدوب قفلنا ده. قفلناه ليه؟ علشان احنا بره البيئة الداعمة. لكن مجرد ما هنرجع للبيئة الداعمة احتمالية احتمالية. كويس، مش هقول اكيد. طب انا عايز اطمن بقى، عايز اطمن مدام سلوى او اقول لها تعملي ايه؟ يعني ابنها دلوقتي ممكن شهر، شهرين، سنة، سنتين، ايا كان هيرجع. كيف تتعامل هذه الأم مع هذا الشاب اللي هي بتودي عيالنا تاني للانتكاسه بقى؟ ايوه، طول الوقت انت ضربت تاني يا حبيبي، ما انت اتاخرت بره البيت يبقى انت ضربت تاني. بص عينيك حمره، واتصلوا يا دكتوره الحقي عيني جاي من بره حمره يبقى اكيد ضرب تاني، ما هو الواد فلان اللي كان بيقعد معاه زمان عدى عليه. شد 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 شد، خربانه خربانه، ضربوا الاعور على عينه، ما هو كده كده شاكين فيا فبضرب تاني. عايزين جوه الاسره يبقى في حكمه في التعامل معاه، او طريقه تاني، في حته تاني، زي ما بشك قوي بعمل حاجه اسمها القبول الاجتماعي بشكل رهيب، وده فخ رهيب بنقع فيه بقى. بعد ما الاولاد بيتعافوا وبيطلعوا من اماكننا العلاجيه وبيبقوا زي الفل، بديه بقى
بسم الله ما شاء الله، ولدي بقي زي الفل، ما شاء ولدي الله. طب زي خلينا ناخد العسل. استاذ سيد وبعدين نشوف ولدها اللي زي الفل ده. سيد اهلا بيك. استاذ سيد السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذن حضرتك توطي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. كل سنه وانتم طيبين حضرتك. طيب وصحه وسعاده. اتفضل. انا هني الدكتور عندك حضرتك على علمها دلوقتي وعلى البرنامج اللي انت عملته ده بالذات، لان مصر محتاج البرنامج ده حضرتك كل يوم كلها. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله نستمر فيه. ان شاء الله. انا واحد من اللي بيعاني من واحد من الناس ايه؟ بعاني من المشكله دي من الادمان. اه تمام يا فندم. انا مفيش مكيفات ما شربتهاش في حياتي. تمام. حاليا ممكن لو قدامي ابن بحاله مخدرات ممكن اسيبه ما اشربوش، بس الحاجه الوحيده اللي مش قادر ابعد عنها حضرتك التمول. الايه؟ التمول. التمول ده مش قادر ابعد عليه. ده بتتعاطى الحاجات دي بقالك فتره قد ايه تقريبا؟ النهارده بقى لي يقول 20 سنه 26 سنه. حاولت قبل كده ان انت تروح مصحه او تتعالج ولا لا؟ لا بس حاولت مع نفسي. حاولت مع نفسك؟ اه. طيب الدكتور عايز تسأليه على اي حاجه؟ انا بشكره ان هو شجاع وقال ده بالظبط، لاني اول خطوه في العلاج اعترفنا اننا بلا قوه امام ادماننا، فانا بشكره لشجاعته وانه قدر يقول انا عندي المشكله دي. كام واحد يقدر يقول انا عندي المشكله؟ استاذ سيد عندك الرغبه او الاستعداد ان انت تتعافى من ده؟ عندي. طيب استاذ حاجه تسيب لنا رقمك في الكنترول ونتواصل معاك بعد البرنامج وان شاء الله نقدر نساعدك في التخلص من الادمان. نكمل يا دكتوره. كنا بنتكلم عن فخ القبول الاجتماعي، برضو هو راجع مبطل، راجع كويس، راجع كل حاجة تمام، فبعظم بقى وبنفخ بنفخ فيه، برضو هي اللي قلناها قبل كده، بربي الفيل تاني. فأنا مقبول بقى، فببتدي أحط في إيده فلوس كتير، ببتدي أرمي مسؤوليات كتير عليه. يعني النقيضين يا دكتورة، آه. يا إما كل شوية ما بتقبلوش، يا إما تقبله بزيادة وأسيب الموضوع مفتوح على البحر زي ما بيقول. فبتحصل مسببات الانتكاسة بتاعتنا إحنا بقى، اللي هي الضغط بقى والإحساس بالمسؤولية الشديد، فده بيبقى إرهاق على دماغي، فهو ده أصلا واحد من مسببات الإدمان، إن أنا مرهق. اصلا كان السبب اصلا ان انا مرهق، ان انا مش قد المسؤوليه، ان انا مش مستحمل، فاروح راجع تاني لنفس المشوار القديم، لاني متسجل في دماغي في الفص بتاعي جهاز اسمه مكافاه المخ كده وجهاز الحشوي بتاعي مركز البقاء، ان كان في حاجه بتبسطني في يوم من الايام، كان في حاجه بتوصل لي ان انا قدام الضغط ده لو خدت نشوف ايه الاجهزه اللي في المخ بتريحني. بتريحني. بس ناخد صوت تليفون استاذ بشوي. اهلا بيك استاذ بشوي. اهلا فيك يا فندم. استاذن حضرتك بس توطي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون. اه يا فندم انا بعيد عن التلفزيون يا فندم. طيب اتفضل معاك الدكتوره بتسمعك. كنت حابب ان انا اشكر الاستاذ جورج والدكتوره رندا. هم سامعينك. سامعينك على الهواء. اتفضل. تمام. انا بشكر الاستاذ جورج وبمتن للاستاذ جورج، ان الاستاذ جورج كان المعالج بتاعي. والدكتوره رندا بالنسبه زي كده، دكتوره رندا برضك عالجتني. انا بشكر الاستاذ جورج، وبعد اذن حضرتك ممكن تدي فرصه للاستاذ جورج عشان الاستاذ جورج عنده خبره. طيب حاضر، هندي فرصه للاستاذ جورج. شكرا لاتصالك يا استاذ بشوي. شكرا ليك. معاك يا دكتوره اتفضلي. طيب احنا عندنا اجهزه، في اجهزه في المخ بتتورط في مشكله الادمان. كويس. وعشان كده بنقول ليه الادمان بيستمر معانا وليه هو مرض قابل للانتكاسه. اول تورط بيحصل في جهاز اسمه الحشوي الغريزي، جهاز الغريزي اللي هو فيه مراكز البقاء بتاعتنا، الاكل والشرب والنفس وكل المراكز دي كلها. مراكز البقاء ديت الدوبامين بيفرز بتاع الماده المخدره عليها دايركت. اول ما بيدخل عليها في جوه مركز الحشوي مراكز البقاء دي، لطع جواها بقى، فده فكره انا مهم ليك زي الاكل، زي الشرب، زي النفس. فخلاص فعلى طول بقى انت مش هتقدر تستغنى عني. ويدمن اول ويشرب. تاني ورطه. أيوة. هي جهاز مكافاه المخ بقى. كويس. الجهاز ده بقى هو الجهاز اللي بيقول برافو قدام كل حاجه حلوه. هو اللي بيفرز الماده الدوبامين بتاع الماده المخدره.
كويس. هو اللي بيكون مبسوط وقت العلاقات الحلوه، فبيفرزها باضعاف مضاعفه، فما بقدرش ابطل واظل. دي الدوره السايكل بتاعه الجهاز الاجهزه اللي موجوده في المخ اللي بتخلينا مدمنين. والمعده بتفرز بكميه كبيره جدا، لا يمكن ان اي حاجه تعوضها، 10 مرات طبيعي عن الطبيعي بتاع جسمنا. زي فكره الشوكولاته، واخد شوكولاتايه فتزود عندي فحس انا 10 مرات مبسوط، 10 مرات فرحان، 10 مرات راضي. هاخد حاجه ليه؟ كويس. نروح للاستاذ جورج. استاذ جورج، فكره انه الانتكاسه، كيف نحافظ او تحافظ الاسره بدور فعال في عدم الانتكاسه؟ الاسره دورها في ان هي تساعد المدمن في الاول في ان هي تتعرف على طبيعه المرض اللي هو بيعاني منه، تمام. بعد كده دور الأسرة إن هي تشوف إيه اللي ما كانتش بتقدمه له، أو إيه اللي كان ناقصه من احتياجات نفسية، وترجع تقدمه له. يعني اتكلمتوا من شوية أنا أو الدكتورة ذكرتها زي حتة القبول بدون شروط. يعني إحنا بنقبل بدون شروط، لكن مش معنى إن أنا قبلك إن أنا موافق على تصرفات غلط هتعملها. يعني لا أنا هروح على اليمين قوي وهبقى قابل كل حاجة، ولا أنا هروح على الشمال وهبقى بشك في كل حاجة طول الوقت ولا بفكره بزمان. طب خلينا ناخد اتصال تليفوني. السيد أحمد، أهلا بيك. أهلا سعادة الباشا، عامل إيه؟ الحمد لله بخير، أهلا بيك، اتفضل. والله لو سمحت، معاي ابني برضو بيستعمل البراشين والتمول والكلام ده والمخدرات، وشكله نشف خالص، لأن هو ينكر مني، يرضاش يقول لي في إيه يعني. ولا دكتور لو في يعني كل ما امسكه عايز افهمه يبطل الحاجات دي، ما اعرفش انا اعمل ايه معاه. اتكلمت معاه قبل كده؟ عرضت عليه روح مصحه، اي دكتور ايا كان؟ واجهته؟ ما رفض، رفض سعادتك، بيقول لك ما فيش حاجه، بلعب كوره وما فيش اي حاجه. الانكار. ما طبعا هو سنه كام سنه؟ اساسيات مرض الادمان الانكار. اساسيات مرض الادمان الانكار. نعم. الدكتوره بتقول لك من اساسيات مرض الادمان هي الانكار، فهو الطبيعي انه ينكر، ده جزء من طبيعه المرض. ما يعني قول لي الحل سعادتك، اعمل له ايه؟ هنقول لحضرتك الحل دلوقتي، ازاي تتعامل معاه وازاي تواجهه، هيجاوبك الاستاذ جورجي. ناخد صوت تليفوني. استاذ حن، اهلا بيك. الو، اهلا بيك، اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك، برحب بحضرتك وبالدكتوره رندا والاستاذ جورج. أنا كان ليا بس سؤال للأستاذ جورج من واقع خبرته بس في المجال. اتفضل، ما بنسمعك. اتفضل. أستاذ جورج سامعك. أنا لحد النهارده أنا بتعاطى مخدر الحشيش، وبقالي سنين بشرب وببطل وبرجع وبرجع وببطل ورحت أماكن، فمحتاج أعرف بس هو إزاي يعني بيحافظ على مدة تبطيله ويفضل بالسنين مبطل؟ يعني أنا نفسي أبطل قوي قوي. ومش عارف يعني لوحدي مش قادر. تمام، هنجاوب على حضرتك. استاذ حنا بشكرك، شكرا جزيلا لاتصالك. طيب نجاوب على اتصالين. الاستاذ السيد احمد بيقول ان ابنه بيشرب ولما واجهه انكر، ماذا يفعل مع ابنه؟ طيب هو الطبيعي ان الادمان بيستخدم حيله دفاعيه، اي مدمن ان هو عايز يدافع عن المرض، ففي حاجه اسمها انكار. الانكار ده هو الدرع الواقي او هو الحصن او الصداده بتاعت مرض الادمان. ودايما بنقول كل ما زاد المرض كل ما زاد الانكار، فحجم كويس. الانكار مرتبط بحجم زيادة حجم المرض، زيادة حجم المرض. كويس. فشيء طبيعي ان هو ينكر، وده مرتبط بكذا حاجه، بالعمر بتاعه وبالحد اللي هو وصل للقاع فيه. يعني هل هو وصل لانهي مرحله؟ هل احنا عندنا، هو كان اسمه ايه؟ سيد. استاذ سيد احمد. هل احنا عندنا يا استاذ سيد حاجات ماديه نواجهه بيها؟ يعني هل انا عندي يعني واحدة من العلامات ان هو سرقة او ان هو بيكذب، حاجات بعينها غابت وقدرت اقول له ان انت خدت الحاجة دي، طب انت خدت الحاجة دي ليه؟ وبتكلم معاه بدفء شوية، مش بهاجم ولا بتخانق ولا بضرب خالص. انا بحبك وانا بخاف عليك وانا حابب اساعدك، وانا عارف ان انت ممكن تكون مش مسؤول، بس احنا حابين نطلع من المشكلة دي دلوقتي. كويس. فهو الانكار مش محتاج، زي ما قالت الدكتورة، مش محتاج مقاومة، محتاج هدوء وتفاعل. دوران مع المقاومة. كويس. مع المقاومة. كويس. خلينا ناخد صوت تليفون. استاذ حازم، اهلا بيك. اهلا بيك، الله يبارك فيك. انا كنت عايز اشارك بالنسبة، يعني في بعض الافلام وكلام زي كده بتوري الادمان والناس اللي بتحشش والتامل زي ما اتكلمت مناصب وابداع وتفكير وصحتهم كويسة، ومن اول الفيلم بيحط الضرب والكلام ده، بيدوا صوره للادمان. الناس
يعني تقبل على الحاجه دي اكتر. ثاني حاجه بنشوف ناس كتير يعني مبدعين ومفكرين بالنسبه لحته الادمان مش بتاثر عليهم يعني زي مخدر الحشيش والافيون وبعض البراشين، وبيوصل ل 80 و90 فيهم مخرجين وفيهم ناس منشدين ومدحين وفي قمه الازدهار، وحتى لا دور برد ولا عندهم كحه ولا اي حاجه، وعقل والعقل بتاعهم زي الكمبيوتر. هل الحاجات دي كلها مش بتاثر عليهم البراشين والافيون والحشيش؟ كويس. النهار بيشربوا الحاجات دي. هنرد على حضرتك يا استاذ حازم، وصلت رسالتك ووصل وجهة نظرك، بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. نكمل عندنا استاذ حنا بيتعاطى الحشيش وبيسأل ازاي ابطل من غير ما اتكلم، ازاي اكمل، بيقول ازاي اكمل بس أكمل. هو بيقول مش عارف اكمل لوحدي، وهو ده مغزى علاج الادمان. ايوه، اني فكرة انا لا استطيع، نحن نستطيع. هو ده في مغزى شعار نحن نستطيع. بربطه بسؤال الحاجة لما قالت ان ابنها مش عايز المصحات، فهربط ده كله واقول ان المجتمع العلاجي جزء اساسي في علاج الادمان. كويس. ان وجوده وسط المجتمع العلاجي، وجوده وسط زمالتنا، وجوده وسط ال 12 خطوه، وجوده وسط الناس المتعافين اللي شبهه، ده بيساعده في التخلص من الادمان. يعني البيئه العلاجيه هي بيئه مناسبه واساسيه للتخلص من الادمان. طبعا جورج هيدي فكره اكتر. كويس. طب ناخد صوت تليفوني. استاذ محمد اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. كل سنه طيبين يا فندم. حضرتك طيب وخير، اتفضل. استاذن حضرتك في حاجه بعد اذن حضرتك. اتفضل بنسمعك. انا محتاج حضرتك معلومات ازاي اعمل استمول وحدي من غير مساعده اي حد، لا اهل ولا اب ولا اي حد يساعدني، من نفسي. محتاج تبطله من غير مساعده؟ يعني من غير مساعده اي حد معايا، من نفسي. هي دي الفكره المغلوطه عند الناس. تمام، هنرد على حضرتك، هنرد عليك يا استاذ محمد، واستاذنك تسيب لنا رقم تليفونك في الكنترول. انا عايزه اقول حاجه بس، هو لما يكون عندي المراره انا هعالج المراره بنفسي لوحدي؟ هجيب المنظار وهشتغلها لنفسي. هو انا لما يكون عندي دمل كبير قوي هفقعه لوحدي واشوف هو وصل فين وراح فين وحدي؟ هو نفس الكونسيبت. احنا يا جماعه عايزين نقتنع ان الادمان مرض محتاج علاج. احنا لحد داخل دلوقتي مجتمع علاجي مش لوحده، مش قادرين نقتنع ان هو مرض مزمن ومتفاقم قابل للانتكاس في اي وقت. في أي مرض وقت. موجود. هو انا مريض. ردي على الاستاذ حنا ان المرض موجود عندك وانت يا دوبك بتتعافى منه. احنا بنبذل مجهود علشان نتعافى. الفكره كلها اني انا بحط التعافي اولويه في حياتي قبل اي حاجه. انا طول ما انا متعافي هعرف النهارده اشتغل، هعرف اراعي بيتي، هعرف اربي ابني، هعرف اكون كويس، هعرف اشوف كل حاجه زي بعد كده. زي مريض السكر، انا لو انا مريض سكر وعارف ان انا مريض سكر وخدت الانسولين، ما هم بيقولوا ما انا عارف ان انا مريض ادمان ماشي، وخدت الانسولين بتاعي وجيت بالليل بقى طبيتها كده في فرح ولا في رمضان صينيه كنافه بالقشطه كده، هروح انام مركزه. ما احنا في الادمان نفس النظام. انا ما انسى، مش ناسي ان انا مدمن، بس انا محتاج شويه سلوكيات جنب ان انا فاكر ان انا مدمن اشتغل فيهم. بس السلوكيات دول للاسف لانه مرض متفاقم ومرض سلوكي فعلا وليه صفات معينه فعلا، محتاج مساعده المختصين. يعني اللي هم مش الفريق، مش العلاجي. دكتور بس. يعني انا لما بيجي لي حد العياده بقول له ماشي انا هساعدك في اعراض الانسحاب، بس ما بعد اعراض الانسحاب لا خلاص والتوبه وانا مش هرجع تاني وانا شفت منه كتير. يا فندم هي سلوكيات، في فص عندنا بيبوظ اسمه الجبهة الامامي، ده محتاج نرجعه تاني للحياه، نرجعه للشغل تاني، اعاده تاهيل تاني. عشان وده مش هيقدر لوحده. خلينا ناخد صوت تليفوني. طيب ناخد صوت تليفوني. مدام ميرنا اهلا بيكي. اهلا. اهلا بيكي، اتفضلي. انا كنت بس حابه اشكركم على انكم تداولتوا فكره الادمان، لان الادمان فعلا مشكله اجتماعيه خطيره احنا بنعاني منها. وكنت حابه اشكر دكتوره راندا واشكر استاذ جورج، انا المدام بتاعته يعني. وكنت عايزه اقول له ان انا فعلا فخوره بيه جدا، وفخوره ان هو بيحاول يساعد اي حد بيعاني من المشكله دي وبيحاول يخرجه منها، لان هي فعلا مشكله خطيره واحنا لازم نعالجها يعني. كويس. احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا مدام ميرنا، ورسالتك او استفسارك وصل. استاذ حازم بيقول انه عاوز يبطل، لا بيتكلم عن فكره الافلام والادمان، وانه الافلام بتحط صوره المدمن حتى لو بيشرب، انه الهيرو او انه البطل او انه مش عارف ايه. وانت كنت اتكلمت في النقطه دي، شايف دي ممكن تاثر ازاي على المجتمع بشكل عام؟
انا حابب بس يعني انتقد حاجه صغيره، يعني انا مش مكاني ان انتقد، بس انا حابب انا حاجه اثرت عليا اه بشكل سلبي وعلى جيل كامل. يعني احنا لو هنتكلم عن كحد من النجوم الكبار قوي المعروفين قوي اللي انا شخصيا بحبه جدا، الفنان الكبير محمد رمضان، في بدايته كان بيستخدم طريقه معينه في التمثيل هي حلوه واكشن، بس في نفس الوقت كانت خدت جيل كامل في اتجاه معين. السينما لها دور كبير، لاني انا لما شفت الناس كلها عايزه تقلد محمد رمضان او عايزه تعمل الحركه الحلوه او الاسلوب الحلو او المخدر ده او يعرف البنت دي او الطريقه دي او طريقه كلام اللي هي الطرق المش كويسه، عوجه البق والاسلوب الحركات فتحه المطوه والخناقات والبلطجه والجو ده كله. فلقيت ان المشكله كانت عندي ان انا كنت حابب اظهر، فبشوف ايه اللي بيخطف الناس او اللي الناس عينيهم بتروح ناحيته وبروح اعمله. عايزه تشاف كويس. طب خلينا ناخد اتصال تليفوني. مدام هاله اهلا بيكي. الو اتفضلي يا مدام هاله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيكي اتفضلي. انا خدت تجربه مع دكتوره رندا وحابه اشكرها على الهوا. ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيكي. ازي حضرتك يا دكتوره؟ انا زوجي كان بيمر معاكي بتجربه. اهلا بيكي حبيبتي. ازيك؟ وانا هتقابلت معاكي، بس انا مش حابه طبعا اقول انا مين، بس انا من البحر الاحمر. اهلا بيكي حبيبتي. من البحر الاحمر من كفاية. ايوه ما عارفاكي. تمام معاكي. قريب من كام شهر كده. اتفضلي معاكي. بشكر حضرتك يا دكتوره، انا انبسطت اول ما شفت حضرتك بالصدفه، انا بقالي في القناه. شكرا ليكي. انا حياتي اتغيرت تماما بصراحه. يا رب. بس عندي شويه قلق طبعا. رب اكيد طبعا. بنشكرك. شكرا جزيلا يا مدام هاله لاتصالك، وبنتمنى لزوج دوام التعافي والصحه والسعاده. ام محمد اهلا بيكي يا ام محمد. الو بخير. اتفضلي يا ام محمد اهلا بيكي. انا في منطقه، بص لو سمحت، يعني ايه الشباب فيها متدمر بالحقن اللي هي بتاعت البودره. حلو كده؟ شباب كتير بيروح يتعالج ويرجع تاني للبودره دي. منطقه ايه يا ام محمد؟ نعم؟ منطقه ايه؟ انا مش عايزه اقول على هوا، انا ممكن اقول لك ليه؟ لا عشان برضك يعني ما لو حد متابع البرنامج وكده، بس انا عايزه اسال سؤال خالص في الادمان. اتفضلي. انا عن نفسي اخويا ماشي في القصه دي كمان، بس انا ليه المدمن بتاع البودره دي ما بيعرفش يبطل؟ حتى لو دخل مصحة بيرجع تاني. ليه الحاجه دي ما بتطلعش من الجسم على طول؟ يعني في مصحات كتير عالجت بس الاشخاص بيرجعوا تاني. والاقي ايه ايه البودره اللي دايما يحطوها في الحقن والحاجات دي؟ دي اخطر حاجه، يمكن البانجو والبرشام والحاجات دي ممكن الواحد بيتعافى منهم، لكن موضوع البودره اللي بتاع الحقنه دي استحاله الشباب بيفوقوا منها، بيرجعوا باستمرار. في مشاكل كتير جدا بتحصل، يعني مش عايزه اقول لك، حتى رئيس المباحث بيعمل جهد كبير بس الشباب بيرجعوا تاني. شوف حال الشباب كده، انا بيصعب عليا. لو عاوز صور للحالات دي انا هبعتها لك. يا ريت يا ريت حضرتك بس تواصلي، سيب لنا رقم حضرتك في الكنترول. صدقني للي بيبيع واللي بياخد الحقن يا ريت هتلاقي حاجات. بصي حاجات تبقى ايه، مش بس هتبقي خدمتي اخوكي وخدمتي المجتمع نفسي نفسي الشباب دوت يبطل، لانه بيسرق اهله، مش بيسرق حد تاني، بيسرق اهله. ولما يخلص على اهله هيسرق لجيرانه ويسرق اللي حواليه. احنا عايزين نلحق الشباب، مش قصه والله تشهير بيهم. انا بيصعب عليا شاب كده يبقى يعني لسه 17 18 سنه ينجر للطريق ده، مستقبله اتدمر، حياته بتتدمر، والموضوع الحقن دي مش ليها علاج. بنشكرك شكرا جزيلا لاتصالك يا ابو محمد. طيب دلوقتي قبل ما نختم الحلقه خلينا نختمها باتصال ام محمد وبعدين اختم باستاذ جورجي. ام محمد بتقول ليه المدمن اللي بيتعاطى البودره غالبا بينتكس وما بيرجعش تاني مهما حصل، ولما بيروح مصحه بيرجع تاني؟ هل ده صح ولا غلط؟ اللي عندي صح ولا عندي غلط؟ عندي ان هو البودره زيها زي اي ماده ادمانيه قبل الانتكاسه. مش البودره بس هي سبب الانتكاسه، هنقول مجموعه الحاجات مع بعض، الشخص،
البيئة زي ما هي قالت، المنطقة كلها فيها، الأسرة فيها، وجوده في مكان العلاجي، نوع العلاج اللي جوه المكان العلاجي المستخدم، كل الحاجات دي كلها بتجتمع مع بعض وتعمل كده. هي أي نعم مادة البودرة يعني هي أكتر مادة بتدي دوبامين، بتدي راحة دون عن باقي الحاجات، ولكن احنا بنعرف نشتغل فيها نلاقي منها نتائج حلوه. ولكن زي ما قلنا الانتكاسه مش بسبب حاجه واحده، مش بسبب الماده بس، زي ما تكوين المدمن مجموعه منتجات اتكونت مع بعض، الانتكاسه مجموعه مكونات برضو اندمجت مع بعض ادت الانتكاسه. لكن هي ممكن العلاج يمكن بنتائج جيده هي بنتائج جيده. طيب. جدا. كويس. قبل ما نختم الفقره خليني اختم بيك انت، قول لي ايه الرساله اللي انت تحب توصلها للشخص المدمن او المدمن المتعافي، وتوصلها للاسره، توصلها للمجتمع بشكل عام؟ يمكن للمجتمع بشكل عام انا حابب اقول ان من حق اي مدمن انه ياخد فرصه علاج وانه يتشجع ان هو يتعالج، ومفيش داعي ان احنا نبقى يعني نوصم او نميز او ننبذ الشخص المدمن، لانه هو مش مسؤول لوحده عن المرض اللي عنده. وفي نفس الوقت رسالتي للمجتمع ان احنا نوعي اكتر بخطورة المرض، وممكن نعمل وقاية للسن الصغير علشان ما ندخلش في المرض ده. يعني احنا بنقول جزء من العلاج ان احنا نعمل وقاية، او زي ما بيقولوا الوقاية خير من العلاج. مرض الادمان نظرية الوقاية فيه يعني بتدي نتائج كويسة جدا. بالنسبة للأسرة شبيهة فكرة المجتمع، بس محتاجين لان احنا عندنا الأسرة ليها دورين، التربية ان احنا يبقى عندنا شكل من اشكال التربيه الوجدانيه السليمه، وتاني حاجه ان احنا ازاي نتعامل مع المدمن ونساعده ان هو يبطل، ولو بطل ازاي نحافظ عليه كمتعافي ونشجعه وان هو يكمل في الطريق ده. لان سمات اسر المدمنين واحده منهم ان هم بيبقوا معتمدين على المشاكل اللي كانوا بيعملوها، فطول الوقت بيكرر له في المشاكل لحد ما يرجعه تاني زي ما الدكتوره كانت بتتكلم من شويه. كويس. تمام. اما بالنسبه للفرد انا عايز اقول لك يعني كل حد بيشرب مخدرات النهارده، اكيد ربنا ما خلقكش علشان تشرب مخدرات، ربنا خلقك علشان انت صورته على الارض، انت حاجه حلوه، انت ليك دور، ربنا عايز يستخدمك كسبب. يعني انا شخصيا لامس الحته دي في ربنا بالنسبه لي انا في حياتي انا. فيعني شويه محتاجين نتخلى عن الاراده الذاتيه بتاعتنا او التشبث ونعند ونكابر، ولما بجيلنا فرصة وحد يمد ايده نمد ايدينا ونمسك ونروح، بس محتاجين ان الناس ما تخوفناش من العلاج. كويس. وصمة العار من المجتمع تنتهي. استاذ جورج عزوز من متعافية ومعالج السكريات الإدمانية، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا. دكتور رندا وسيلة حبيب اخصائي امراض نفسية وعلاج ادمان، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا. شكرا. شكرا كرام في كل مكان. يظل او نظل دائما وابدا ندق الابواب لعلاج المشكلات أو الوصمات التي أوجدها المجتمع، ولا أعلم من أين أتى بها فكرة ما تروحش لدكتور نفسي ده عيب، ما تعالجش نفسك من الإدمان عيب. والله العيب أن أنت يبقى عندك مشكلة وما تعالجهاش، العيب أنك بتعاني من مرض ومأثر على حياتك وعلى حالتك النفسية والمزاجية وعلى أسرتك، وبيخليك تسرق أو بيخليك تعمل مشكلات كبيرة جدا ومكسوف تروح. المفروض تتكسف أن أنت ما تروحش، تتكسف ان انت تتاخر ان انت تروح. وده دايما كلام بوجهه للاسره المصريه، لانه احيانا بيبقى الشخص المدمن ده وهو بدا صغير من 11 ل 18 سنه بيكون ما عندوش القدره على القرار، فالمفروض ان الاسره تساعده في اتخاذ القرار او تاخد هي القرار لعلاجه، لانه بعد كده هيشكرهم على اللي عملوه، او بعد كده هيرجع يقول لهم ما لحقتونيش بدري ليه. ان شاء الله باذن الله الحلقه القادمه ان شاء الله نحاول ان نفتح باقي هذا الموضوع. الموضوع ده كبير جدا، في تفاصيل كتيره، في مراحل علاجيه مختلفه، كيف نختار المكان العلاجي، كيف نتعامل داخل المكان العلاجي، الاسره ازاي ممكن تبقى سبب في الانتكاسه، هل من الممكن لو شخص كان او ام كانت بتاخد اي حاجات فيها مخدرات اثناء فتره الحمل هل ممكن ان يؤثر فيما بعد على الشخص لما يكبر ويكون اكثر عرضه للاصابه بالمخدرات، كيف نتعامل مع هذا المرض ومع هذا المصيبة أو الكارثة بكل المقاييس، كيف نساعد أولادنا وشبابنا وبناتنا ومجتمعنا على التخلص من هذه الوصمة. إن شاء الله بإذن الله أشوفك في حلقات قادمة أخرى، وإلى أن ألتقي بكم مرة أخرى لكم مني كل التحية والتقدير. أنا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.